السلام عليكم، يعطيكم العافية إخواني ومتابعيني على قناة في يوتيوب. غرفة إنتاج الوتر سلقر كناري. بتعرفوا الوتر سلقر كناري تيجي من هون، كنار صوت، يعني كنار صوت. إحنا في فترة معينة نبلش نعزل الطيور بأقفاص منفردة زي هيك، زي ما إحنا شايفين كل قفص له طير لحاله، عشان الطيور تاخذ من الأهالي صوت وتسمع بشكل صحيح، وما يكون في غرفة الوتر سلقر أي طير غير وتر سلقر. لازم يكون بس وتر سلقر عشان تقدر الطيور تسمع بشكل صحيح وما يكونش في عندنا أخطاء. والحمد لله إنتاجنا من طيور الوتر سلقر بعد فترة إن شاء الله بكون فيه موجود منه للبيع، وبكون متاح كل الألوان إن شاء الله موجودة. حتى هاي السنة دخلنا الأبيض في الوتر سلقر الحمد لله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.